الفتنة الخامسة التي ذكرت في سورة الكهف هي فتنة العلم، فيدعي نفسه أنه أعلم الناس وأن غيره مما لا فقه ولا علم لهم، وهذا يؤدي إلى الحسد ورد النصيحة. لذلك ذكر الله عز وجل قصة نبي الله موسى مع الخضر، قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا.